عندك سيارة ومتعرفش تور، اروح نوري لك المدير باش تتعلم شوية تور، وشوال الموتور كي يتفركت لي زيطاب اللي قادر يفوت عليهم. ميكانيسي قادر يقول لك هاك دير بلوك شوميزي، ولا يقول لك اليزي، ولا يقول لك دير الفيبريكا، وبزاف من الناس ما قادبين فيها والو، ويحسن عونهم باسكو ماشي الدومين تاعهم ميكانيك. هو كصاحب سيارة يعطي لها البلوك ويبقى مدير فيه. غادي نقدمك شوية ونعطيك معلومات باش تكون معانا في الخط والصور. شوف هذا بلوك يفوت في لا شوميز، يعني نجيبو البيستون كاتبين فيه هنا اس تي دي، وهذه النوع تاع الشوميز راه يقلع في الشوميز القديمه في التورنر ورايح يدير شوميز جديده، يعني هذا بلوك فات بالشوميز هذا يتشوميز. وهذه عمليه لاليزاج، يعني البيستون يتبدل الكود تاعه يولي 0 سيكوند، والبلوك ما نخربوش فيه، تقعد لا ماتير بريمير تاع البلوك ويأليزي منه، يعني ياكل منه كيما راك تشوف لاباراي راهي تحفر فيه تاكل منه. وهذه دي سي ديها التورنر ماشي حنا، يعني البلوك اللي تشوميزا ولا تاليزا هو. وفي اخر مرحله المدير البلوك تاعك سوا تشوميزا ولا تاليزا لازم يفوت على هذه المرحله الاخيره في لاباراي واللي هي الكلاصاج. بلا هذه ما درنا والو، المدير الموتير يخرج لك ينقص الزيت كي يكون الشوميز داخل تكون حرشه، يعني يجرح لك لي ساغمون لي بيستون كي شغل ما درت والو. ركز معايا مليح في هذا. وهذا الفيبريكا كيقول لك الميكانيسي هاكا دي عند التورنر باش تفوت الفيبريكا تاعك، هنا يفوت في لاباري كيما راك تشوف، والتورنر هو اللي ديسيدي الى الفيبريكا تاعك يفوت 0.30 ولا 0.25 ولا 0.80، هذه هي. وهنا المدير اللي عندهم كيلاص وعندهم بروبليم تاع سياج سوباب، ويقول لك الميكانيسي هاكا دي الكيلاصه تاعك عند التورنر باش يخدم لك السياج، هذه لاباري اللي تخدم السياج. ولكن ننصحك يا اخي هذه الخدمه لازم لك تورنر يكون فري كاليتي وشيخ باش يخدم لك هذا السياج. وهنا المدير كيشكل الميكانيسي في الكلاسة تاعك باللي راهي عوجة ولا فيها بروبلام، كي تكون عندك سيارة كروكولي الماء ولا تسخن ولا يعني كلاسة تكون بها شوك، ويقول لك اديها للتورنر، والتورنر كيشوفها ويديسيدي يقول لك باللي راهي عوجة لازم نمسحوها. كلمة المسحة هذه هي، هذه هي لاباري تاع المسحة، يعني يقلعوا لا سيرفاس هذيك الفوقانية اللي راهي عوجة وتولي كيما هكا كرومي، يعني لاباري مخدومة بمعايير معينة باش تخدم هذه الخدمة، ما تبقاش تمسحها انت بيدك ولا كيما كنا بكري. وان شاء الله تكون استفدت معنا مدير.